الخبر الأخير، نظمت مدرسة العظماء في مديرية القاهرة بمحافظة تعز مخيما صيفيا استهدف 80 طالب وطالبة، وهدف إلى تجسيد وغرس قيم التربية والروح الجماعية الفاعلة والنبيلة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يجد الأطفال فسحة جديدة لهم من خلال مشاركتهم هذا المخيم الصيفي، والذي يقام تحت شعار إجازتي إنجازي، حيث يمارسون فيه الأنشطة اللامنهجية خاصة في تلك التعليمية، يعبرون عن أنفسهم في مساحة حرة بعيدا عن القوانين الصارمة والأسلوب المتبع في المدارس طوال السنة. في مركز صيفي من مدرسة العظماء أشياء كثيرة لم أجدها في المدارس الأخرى، مثل السباحة والكاراتيه والجمباز وألعاب حركية وفنون قوية، وشكرا لمدرسة العظماء. كان برنامج الصيفي رائعا جدا، وكان مميزا جدا، فلقد تعلمنا فيه أشياء مفيدة ورائعة مثل الأشغال اليدوية وفنون الطبخ، وأيضا لا ننسى المواد الدراسية. يعتبر المخيم الصيفي مؤسسة ضمن المؤسسات التربوية التي تساعد الطفل على تنمية مداركه بالاحتكاك والمعرفة من منظور يركز على مقومات الحياة المادية والمجتمعية، كما يشرف على الأطفال في هذا المخيم طاقم متدرب يلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات الطفل. في رياضة البلجكسيلات لهذا المركز لعمل دورة تدريبية في أكثر من 50 طالب، وكان الأيام الماضية حافزة بالإنجازات من قبل المنتسبين لهذا المركز. طبعا أبدعوا في هذه الرياضة وتدربوا مجموعة الأساسيات اللكمات والركلات والقشطات، وكما تدربوا على التكانيك وتمارين البهلوانية كالشقلبات. وبهذا يجد الأطفال أنفسهم في كنف برنامج يسهم في خلق قيادات قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل من خلال المشاركة الدائمة في المخيمات، والتي تعطي الفرصة لهم للانطلاق من جديد. فلم تعد المخيمات الصيفية للمرح والترفيه فقط، وإنما للتعلم والاكتشاف.